المرة دي بإذن الله هنتكلم عن شايفين السلايد كده واضحة؟ شايفين السلايد واضحة كده؟ تعال بس إيه طيب إحنا الموضوع كله كان المرة دي على السوفت جراوند شيلد تانيلينج. هنعرف الكلام ده خطوة بخطوة، والحسابات كل ده انترو، يعني موضوع مبسط. هو الشيلد تانيلينج ده عشان تبقوا فاهمين احد انواع الانفاق، وده عبارة عن زي ما انتم شايفين كده حفرة في الارض، حفرة مدورة. والحفرة المدورة دي علشان الارض ما تقفلش على السنتر بتاعها وما تنهارش، لازم اسندها بحاجه، زي ما انت بتسند السقف بعمود، بتسند في المبنى بخازوق، فبتسند النفق ده بلاين. طب انا بعمل الحفره المدوره دي ازاي؟ برضه عشان تبقوا فاهمين الرسمه، ايه المنظر قدامنا؟ اللي انا واقف عليه ده دلوقتي مبنى، وادي الارض، وانت عادي بتحفر من تحت الارض دي الحفره المدوره دي اللي انت سندها بلاين. بنحفرها بمكنة حفر الأنفاق اسمها تانل بورينج ماشين، اللي اسمها آخر محاضرة بقى التي بي ام. التي بي ام اللي هي مكنة الحفر دي، اللي هي التانلينج بورينج ماشين، ماكينة حفر الأنفاق، ليها نوعين: كلوزد فيس شيلد وأوبن فيس شيلد. هي إيه نقطة الشيلد دي أصلا؟ إن أنا في الآخر بعمل نفق، والنفق ده انا بحفره وبسنده، في ساعتها بيبقى جزء اثناء الحفر مسنود بجسم المكنه وانا بتقدم، وجزء مسنود باللايننج اللي بحطه طول ما انا شغال. وهنشوف دلوقتي التي بي ام دي ليها انواع: كومبريست اير تي بي ام، انفينايت سلاري تي بي ام، ايرث بريشر بالانسد تي بي ام، وده اسمها الكلوزد فيس شيلد. يعني لازم يكون وش المكنه وهنشوف شكلها حالا بالتفصيل مقفول. اما الاوبن فيس شيلد معناه ان المكنه وشها مفتوح، احنا مش فاهمين، هتعرفوا حالا. دي ممكن بحفر حفل يدوي او حفر ميكانيكي او نص ميكانيكي. خلينا نشوف كده بقى الكلام ده عشان نفهمه، ايه المكنه اللي وشها مقفول وشها مفتوح والكلام ده. اللي قدامكم في الرسمه دي سكتش مبسط خالص لماكينه حفر الانفاق. ايه القصه؟ شايفين الخط الاسود ده وفي سنون زرقاء اهو، دي الوش بتاعها عباره عن قطر. ده قطر بيلف كده في حركه دائريه يقطع لك في المكن. طب هو بيلف في حركه دائريه يقطع لي في التربه، طيب ما هو لازم يكون في ضغط من المكنه دي على التربه عشان وانا بقطع تعرف تاكل من التربه وتشيل منها، لازم تكون المكنه دي داخله. ف في نفس الوقت المكنه دي بتحفر تحت الارض على اعماق، فعليها ضغط جانبي، ضغط جانبي نتيجه ضغط التربه ونتيجه ضغط الميه، اكتيف ايرث بريشر ووتر بريشر. وفي نفس الوقت انا خايف ان لو ضغط التربه ده اعلى من قوه الدفع للمكنه، المكنه مش هتتحرك. تخيل انت واقف بتزق عربيه، لو انت العربيه دي وزنها اعلى منك ومعشها في الارض باعلى من قوه ايدك، ما هياش هتتزق. لازم عشان تزق العربيه لازم تدي انت عليها ضغط اكبر منها. تخيل ان انت عندك باب اوضه مثلا، انت بتزقه من ناحيه وواحد تاني بيزقه من بره، لو اللي ورا بيزقه بقوه اكبر منك الباب هيفتح. اهو انا لو الضغط ده بتاع التربه والميه كبير، الميه دي هتخش المكنه والتربه دي هتضغط على المكنه مش هتتحرك. فلازم في ظهر الوش بتاع المكنه والكتر ده يكون في غرفه اسمها غرفه ضغط، بريشر شيب. وازاي بقى الضغط ده بيتولد؟ هو اللي بيعمل لك انواع ماكينات الانفاق المختلفه اللي انا كنت بتكلم عنها. هل انت بتولد الضغط ده بهواء مضغوط كومبريست اير، ولا بتولده بنتنايت سلاري، بنتنايت زي اللي بنحفر بيه بودره طينه مع ميه، ولا بإيرث بريشر بالانسد تي بي ام، يعني بشكل ما بنحط حاجه تساعدنا في ان يكون في ضغط في البريشر دي. وهنشوف البريشر شيب
يبقى قصه البريشر شامبر دي، انا عندي كتر بيقطع لازم ادي ضغط من المكنه على الاقل يكون اكبر من او يساوي الضغط او اكبر من الضغط اللي بره ده، اللي هو الاكتف بريشر والووتر بريشر، عشان اضمن الميه مش هتخش المكنه، وعشان اضمن ان المكنه دي تعرف ايه تحفر جوه الطوب من غير برضو ما التربه تضغط عليها. طب هو اسمه شيلد التاني ليه؟ المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده مقطع في جسم اسطواني، المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده مقطع في جسم اسطواني، كاني جبت دايره وقطعت فيها في النص بيبان خطوط. فالخط النبتي ده عباره عن اسطوانه، اسطوانه درع، ده اللي جواه المكنه، عشان كده اسمه شيلد التاني. انا بحفر بالمكنه دي والاسطوانه دي بتكون ايه محوطاها حاميه. في الاخر في اللايننج بيبقى في اخر جسم المكنه، بحيث طول ما انا ماشي وبحفر اطلع اثبت اللايننج ده، وطبعا اللايننج ده بيبقى في ما بينه وبين الشيلد خلوص، ده بين ايه بيكون اللي هو التيل جراوند. الضغط بقى اللي في البريشر شامبر زي ما بنقول لازم يكون اكبر من الضغط على وش المكنه علشان امنع ان الميه تخش، وعشان اسهل عمليه الحفر. زي ما قلت لكم ان الضغط ده بولده اما عن طريق الكومبريست اير او البنتونايت او النواتج الحفر اللي انا بحفر بيها في النفق. يعني انت وانت بتحفر ما انت بيخش لك تربه، فانا ممكن استعين بالتربه دي اللي داخله لي اخدها اسحبها واقوم ادخلها البريشر شامبر عشان تعمل لي ضغط جانبي. فانا عندي بالكلوز فيس شيل ثلاث انواع طبقا لطريقه توليد ضغط البريشر شامبر: كومبريست اير تي بي ام، بنتونايت سلاري تي بي ام، ايرث بريشر بالانس تي بي ام. نشوف النوع الاول ونشوف شكل المكنه. ده شكل المكنه يا جماعه، ادي اللي في الوش ده الفيس كاتر، وادي السنون اللي بتاكل في التربه، والوش ده بيلف حركه كده ايه دائريه، ومع السنون اللي بتاكل في التربه دي فيبدا ياكل في التربه، وادي الشيلد بتاع المكنه. الايرث بريشر بالانسد اللي نسميها اي بي بي ام تي بي ام، فالاي بي بي ام تي بي ام دي اللي بيحصل بالظبط احنا بنعمل ايه؟ انت عايز تولد ضغط هنا ورا وش المكنه، ادي دلوقتي اللون الاحمر ده، ده الكتر اللي هو ده، وادي السنون، وادي عليا ضغط ميه وضغط تربه، وانا عايز البريشر شامب دي بولد ضغط. بولده ازاي؟ مش انت بتحفر تربه؟ اه. هقوم انا واخد التربه اللي احفرها دي وادي بسحبها واضيف لها اضافات، واقوم اعمل ايه؟ ادخها او احطها هنا ورا الكاتنج هيد، ماشي؟ فهي كمان تربه تعمل لي ضغط جانبي. طب وانت ليه بتحط لها اضافات للتربه اللي اتحفرت دي؟ عشان اقلل النفاذيه، ما احنا مش عايز اي حاجه تخش لي جوه المكنه من جوه. طيب السلاري بقى فيس ماشين تي بي ام ده نوع تاني، هي نفس شكل المكنه بنفس الوش بنفس الكاترز، الوش اللي بيلف ده ويقطع في التربه بالسنون دي، بس فيها ايه بقى من جوه؟ قصه برضه البريشر شامبر، انت بتولد الضغط اللي يمنع دخول الميه اللي من بره، واللي يخلي ضغط عندك اكبر من الضغط الخارجي عشان تعرف تحفر. انا البنتونايت سلاري دي بحقنها جوه الشامبر ورا الكاتنج هيد، عشان زي ما قلت لكم نعرف الفلو بتاع الميه والسول انتروجن. انت بتبقى عندك في ماسوره بتقوم عامله ديسشارجنج للبنتونايت المخلوط بالتربه المحفوره. بفصل البنتونايت عن التربه المحفوره واضخه تاني في اوضه البريشر شامبر. طيب ايه الفكره؟ انا بضخ بنتونايت احفر يطلع لي تربه. طيب التربه اللي بتطلع دي بتبقى مخلوطه بالبنتونايت، اقوم واخده تاني افصله واقوم ايه احقنه او اضخه. في دايما تعبير في الانفاق ان التربه المحفوره بنسميها مك، التربه المحفوره بنسميها مك في التي بي ام، تكونوا عارفين هذا الاكسبريشن. النوع الثالث الكومبريست اير تي بي ام، زي ما احنا شايفين شكلها كده او شكل الكتر بتاعها، هي متكونه من مجموعه من الاجزاء.
الجزء ايه ده؟ ده دراع حفر. الجزء بي اللي هو الافق ده اللي هو جزء من الشيلد الاسطواني. الجزء سي ده اللي هو بنسميه الكاتنج تشامبر. وبيحصل الكومبريسد اير تي في ام ان بنستخدم هواء مضغوط في البريشر شامبر علشان نتغلب على الهيدروستاتيك جراوند بريشر اللي على الكاتر هيد. القطع بيتم عن طريق الوش ده اللي هو بيلف الكاتر هيد دي اللي انا بشاور عليها بتلف، هي دي اللي بتقطع. وبسند الفيس بتاع المكنه عن طريق الهواء المضغوط بحيث اعادل الهيدروستاتيك بريشر بتاع القطع. طبعا دايما لو في دبري او نتاكة حفر او اي حاجه احنا بناخدها هنا بنسحبها من اوضه الحفر، الاوضه بتاعت البريشر تشامبر دي، باستخدام زي فالف بالشكل ده والهوبر اللي قدامنا المدور ده، وبوصلها للماكينج سيستم علشان اتخلص من التوب. هو ملخص الكلام، انت عندك تي بي ام. تي بي ام دي مكنه سنون قتلف لازم تولد ضغط وراها يتبقى اكبر من الارث البريش ارث بريشر والووتر بريشر. والضغط ده يا بتولده عن طريق بنتونايت، بتولده عن طريق هواء، يا اما بتاخد ناتج الحفر تحط له اضافات وتضخه تاني، فيبقى انت كده عدلت الضغط. ده ملخص القصه في انواع الكلوزد فيس شيت. ماكينات كتيره، انواع كتيره، كل شركه ليها تكنولوجيا، بيبقوا هم اكتر ناس فاهمين فيها وفاهمين ازاي يشغلوا المكنه بتاعتهم. طب انا بقى مهم انا برضو ابقى فاهم ايه في الاس اف ام ثري فيس، او اللي هي اللي بنسند ورا المكنه بسبب بنتونايت، وفي الكومبريسد اير، وفي الايرث بريشر بالانسنج ماشين. انا لما باجي اسند باستخدام بنتونايت سلاري بنسمي المكنه دي اس اف ام. لو بسند عن طريق ان انا بسحب التربه واضيف لها اضافات واضخها ورا الوش بسميها اي بي بي ام، ولو عن طريق ضغط الهواء بنسميها كومبريسد اير. بصوا بقى، التربه الجرانيولر سواء رمله او زلط اللي تحت الميه الاس اف ام اللي هو السلاري فيس ماشين رائعه فيها اي دي، لان الاس اف ام كفائتها بتكون اقل في السلت والكيل. وجع عام لو نسبه الفاينز يعني نسبه الطين والطن في التربه زادوا عن 20% فالاس اف ام اللي هي التربه اللي البريشر شامبر فيها بيبقى عباره عن سلاري ما بتبقاش افضل حاجه، لان التربه لما نسبه الفاينز شامبر بتزيد عن 20% انا المفروض باخد التربه بحقن بنتونايت احفر يطلع لي تربه تختلط بالبنتونايت، ارجع البنتونايت ده افصله اعمل له ساندنج واقوم ضخه تاني. لما التربه نسبه الفاينز فيها بتزيد بشكل كبير انا اصلا مش هعرف افصل التربه المحفوره اللي بنسميها الماك او السبويل من السلاج، فيبقى استخدامها صعب. وبالتالي احنا بنفضل استخدامها في التربه الجرانيولر اللي نسبه المواد الناعمه فيها التين والطبي اقل من 20%. وده سؤال ممكن تتساله صح او غلط. الاي بي بي ام بتكون افضل في الطمي والتربه اللي فيها نسبة مواد ناعمة عالية، لأن نسبة المواد الناعمة دي بتساعد في إن هي تعمل بلاج فتمنع الجراوند ووتر انفلو. أما الكومبريسد اير تي بي امز دول بنستخدمهم للحفر في التربة اللي بيبقى السيلف سبورتنج بتاعها قليل ونفاذيتها متوسطة لكبيرة وفيها مية. بوجه عام كقاعده الاس اف ام سواء في التربه اللي الكي بتاعتها اكبر من 10 اطناس اس 5 متر على السكند، يبقى زي ما بنقول بنتكلم في تربه جرانيولر. والاي بي بي ام بتساوي في التربه اللي الكي بتاعتها اقل من 10 باور ماينس 5 متر بس. ولو انا عندي ضغط ميه عالي بتكون الاس اف ام احسن. دي استخدامات المكنه، ودي المكنه المقفوله او الكلوزد فيس شيت. الاوبن فيس شيلد او تي بي ام دي بنستخدمها فوق الجراوند ووتر تيبل وما فيهاش بريشر شامبر. ده الفرق الرئيسي، الاوبن فيس تي بي ام بستخدمها فوق الجراوند ووتر تيبل، يعني فوق ايه وفوق وتحت،
هو النفق انت بتعمله يا تحت الميه يا فوق الميه في الموقع اللي انت تستخدمه. فلو انت النفق فوق الميه فممكن استخدم اوبن فيس تي بي ان، ما فيهاش بريشر شمر. طيب ده كلام بقى عن المكنه. تعال نخش بقى في كلام في الحسابات اللي نفهمه بسكتشات شكلها لطيف كده وسهله للعين. هو انا ايه العلاقه ما بين الضغط بتاع التي بي ام والسول بريشر اللي على وش التي بي ام او ضغط التربه والميه؟ ده كده الخط الاسود ده بيمثل القطر، والضغط اي بي ده بيمثل البريشر شامبر، والضغط سي دي ده بيمثل السول ووتر بريشر. دايما لازم قيمه الضغط من البريشر شامبر عند نقطه A يكون بيساوي سي زائد دلتا، والبي تساوي دي زائد دلتا. يعني دايما البريشر ورا الكاتنج هيد في البريشر شامبر لازم يكون اكبر من البريشر على وش المكنه بمارجن دلتا، عشان امنع الميه ان هي تخش جوه المكنه، وعشان اسهل طريقه حفر المكنه، عشان يكون ضغطها اكبر من المقاومه اللي قدامها فتعرف تقدم جوه التربه. طب هو ايه اللي بيحصل اثناء ما انا بحفر؟ اثناء لما انا بحفر النفق ده كده الكاتنج، وادي البريشر شامبر، وادي الشيلد، وادي التانل لاين. انت بتعمل ايه؟ لو انا ماشي بالاتجاه الطولي كده مع المكنه، انا بحفر، وبعد ما بحفر في جزء شيلد وفي جزء انا من ورا بقعد اثبت اللاين. فانا حفرت المنطقه دي، فبيحصل عندها ايه؟ خلاص هبوط، وبعدين طول ما انا بتقدم الجزء اللي مش محفور بيكون في الهبوط اقل. لو جيت ابص اقطع وبص تجاه سايد عرضي او سكشنال اليفيشن عن سكشن اي اي هنا، هلاقي شكل النفق ده عباره عن دايره وعليه تانل لايننج، واقصى هبوط عند سطح الارض فوق النفق ده مثلا على عمق 10 متر 20 متر 30 متر 15 متر الارض فوق بيحصل لها هبوط نتيجه حفر النفق. اه طبعا، لان انت خلقت فراغ في التربه. هو اقصى هبوط بيكون فين؟ في الاتجاه العرضي هنا بيكون طبعا عند سنتر النفق، وفي الاتجاه الطولي طول ما انا بحفر الاماكن اللي هي اتحفرت ايه بالكامل ورايا خلاص. الجزء اللي عند وش المكنه لسه ما حفرتوش، هنلاقي ان ايه الايه الهبوط فيها اقل شويه. طبعا عشان انا ما يحصلش فيلير لجسم النفق ده، عشان اقلل حركه التربه لازم احط لايننج. وخدوا بالكم اللايننج ده لازم يتحط في زمن معين، لان اغلب الهبوط اللي بيحصل من التربه بيكون في فتره اسمها الديلي تايم ما بين تنفيذ او حفر النفق وما بين ان انت بتحط اللايننج. طب هو اللايننج ده شكله ايه يعني يا دكتور؟ ممكن يكون بريكاست كونكريت سيجمنتس، عباره عن حلقات خرسانه زي اللي انتم شايفينها قدامكم كده، محطوطه بشكل دائري ولازم تكون متربطه ببعض عن طريق بولتس ومسامير. تعالوا بصوا عليها في الرسمه الجرافيكس اللطيفه دي، عباره عن لايننج. حاجه مهمه جدا، ما تحطش كل فواصل اللايننج في نفس الخط، ما تحطش كل الفواصل في نفس الخط عشان ما تخلقش مستوى ضعيف، خليه ستاجر. يعني دي اللايننج ده متوصل بده بمسامير بيخشوا في البولتنج اوبننج، هي سياخ بمعنى اصح، تكون فاتحه وده بيبقى سيخ. فالمناطق دي ما ينفعش نخليها على نفس الخط، ما تبقاش منطقه ضعف. طب هو يعني مفيش غير خرسانه بس يا دكتور؟ لا والله، ممكن تعمل ايه لايننج بستيل بليس زي اللي انتم شايفينها دي، وهتلاقيها متقويه بايه؟ بستيفنر بالشكل ده. طيب انت بقى اللايننج ده ليه؟ عايز اقلل الجراوند موفمنت، عايز امنع الميه انها تخش النفق. يعني انت قاعد طول ما انت بتحفر بنقول ايه ده، انا بعمل هنا بريشر شامبر عشان الميه ما تخشش جوه النفق. وبعد ما خلصت اسيب الميه تخش جوه؟ لا، لازم اعمل له بروفنج باللاين، وبيعمل سبورت للتي بي ام بحيث تتقدم وهي ايه بتحفر. طيب انا دلوقتي عندي نفق، والنفق ده جسمه دائري. إيه؟ انت خلاص عرفت حطيت اللايننج، وعرفنا احنا حطينا اللايننج. النفق ده يا دكتور عليه اجهادات؟ طبعا عليه اجهادات. طب عباره عن ايه الاجهادات دي؟ قبل ما تسال عباره عن ايه الاجهادات دي، خلينا نعرف ثلاث نقط رئيسيه بيعرفوا النفق. نقطه الكراون وهي اعلى نقطه في النفق عند السنتر، نقطه الانفيرت وهي اوطى نقطه في النفق عند السنتر، والسبرينج لاين اللي هو الخط اللي بيمر بسنتر النفق وبيكون في المنطقه دي. بنرمز نقطه الكراون بالرمز سي، بنرمز نقطه الانفيرت بالرمز اي، وبنقول نقطة الاس اللي هي على السبرينج لاين بالرمز اس.
هي دي النقط اللي بنحسب عندها الهوريزونتال والفيرتيكال ستريسز في النفق. هي دي النقط اللي بنحسب عندها الهوريزونتال والفيرتيكال ستريسز في النفق. طيب عند الكراون والانفيرت بوينتس السيجما في اللي هو الفيرتيكال ستريس بيكون في اتجاه مركز النفق وبالتالي بنسميه راديال ستريس. اما الهوريزونتال ستريس او الاجهادات الافقيه بتكون اجهادات مماسه فبنسميها تانجنشال ستريس. تعالى بقى عند السبرينج لاين، الاجهاد الراسي بيكون هو الاجهاد المماس لجسم النفق، فالاجهاد الراسي هنا معلش فيه تايبو ايرور، السيجما فيرتيكال هي هنا معلش ده كده الفيرتيكال ستريس وده بيكون التانجنشال التانجنشال والهوريزونتال ستريس بيكون هو الراديال ستريس. طيب توزيع بقى الستريس دي عامل ازاي؟ تعالوا نبص على السكتش اللطيف ده كده جسم النفق، ادي الكراون ادي الانفيرت. هو شكل الاسترس بيبقى عامل ازاي؟ انا دلوقتي عايز اعرف توزيع الفيرتيكال والهوريزونتال ستريس على النفق بعد الحفر مباشرة في اندريند كويسف سوري اندريند كويسف بعد الحفر مباشرة. المفروض ان انا ببقى عارف اساسا ان عشان نسهل عليكم ان في الاندريند كويسف سويل السيجما هوريزونتال هي السيجما فيرتيكال. ازاي الكلام ده يا دكتور؟ يا جماعه ما هي الكي نود بتساوي واحد، الاندريند كويسف سويل واحد ناقص ساين فاي واحد ناقص ساين زيرو، فبالتالي السيجما هوريزونتال بتساوي السيجما فيرتيكال. طب انت اشمعنى يا دكتور ده الاندرين كوزيف سويل؟ عشان انت لو الاندرين كوزيف سويل فهمت منها الفكره دي فما في اي تربه ثانيه. انا بسهل عليك، السيجما فيرتيكال قد السيجما هوريزونتال في الاندرين كوزيف سويل، وبالتالي هتجد ان الفيرتيكال ستريس اللي هو الراديال ستريس قبل الحفر انا كان عندي الخط اللي هو المايل بالشكل ده. طيب هو الريال ستريس ده عايز يعمل ايه؟ ده اللي عايز يقفل الحفره دي في اتجاه السنتر بتاعها. نتيجه الارشنج افكت، والارشنج افكت بكل بساطه ان انا بيحصل عندي ريديستريبيوشن للشير ستريسز عند الحفره اللي في الارض دي، وبحيث الجسم ده يفضل متزن. وعشان يحصل الارشنج افكت ده لازم اكون على عمق كافي تحت الارض بالنسبه للاجهادات اللي بتاثر عليا. فبجد ان بيحصل اتزان، فبلاقي ان السيجما فيرتيكال دي اللي هو الراديال ستريس بتقل بزيرو اهو، ده كده الحاله قبل الحفر الخط المايل ده، فبلاقي ان السيجما هو سيجما فيرتيكال بيساوي السيجما هوريزونتال. فبعد الحفر بلاقي ان السيجما فيرتيكال ده كده قل لايه؟ لزيرو عند الانفيرت والكراون، والسيجما هوريزونتال زاد شويه بحيث التنجنشنال ستريس تحافظ لي على اتزان جسم النفق. فزادوا بالمقدار ده. طب ما تيجي تبص على السبرينج لاين في الرسمه اللي تحت، ادي النفق ادي السبرينج لاين ادي النقطه اس. الطبيعي ان السيجما فيرتيكال بتساوي السيجما هوريزونتال هنا عند مستوى افقي، فمش هتلاقيها بتزيد مع العمق كده، هو رقم مستطيل كده لان انا عند مستوى واحد فهي قيمه واحده. السيجما فيرتيكال بتساوي السيجما هوريزونتال. طيب السيجما هوريزونتال دي عايزه تعمل ايه؟ ده الريديال ستريس عايز يقفل النفق ده في اتجاه السنتر، يعني يقفل النفق يعني يعمل فيلير. والسيجما فيرتيكال التانجنشال ستريس نتيجه الارشنج افكت عند الحفره دي، ان بيحصل ري ديستريبيوشن للشير ستريسز في التربه، وبالتالي هيبدا يحصل ري ديستريبيوشن للبريشر ده، فاجد ان الهوريزونتال ستريس بيبدا يقل لزيرو اللي هو الريديال عند الاس، والسيجما فيرتيكال بيزيد علشان يعوض الكودي اللي هو التانجنشال ستريس، فما يحصلش ايه فيلير في التوب. انا كل ده ما حطيتش لاين. طب انا لما احط لايننج ايه اللي هيحصل؟ لما احط لايننج ايه اللي هيحصل؟ ادي ده كده جسم النفق وادي الحفره اللي هي جسم
النفخ. ادي كده الحفره دي اللي هي جسم النفخ. قبل ما احط لايننج انا عندي السيجما فيرتيكال بتساوي سيجما هورزونتال بتساوي 1. قبل ما احفر، بعد ما حفرت السيجما في عند نقطه كراون انفيرت بتقل لزيرو وبيعوضها زياده من السيجما هورزونتال. ماشي. بعد ما بحط لايننج، اللايننج بيسند الحفره جزئيه، هتلاقي السيجما بيجي زاد شويه عن الزيرو والسيجما هورزونتال كمان ايه زاد، يبقى الجهادات الافقيه الراسيه بتزيد شويه. ونفس الكلام باجي عند السبرينج لاين، ان بعد اللايننج بلاقي السيجما هورزونتال ده زاد بمقدار بسيط والسيجما فيرتيكال برضو بلاقيها ايه عندي اللي هو التنجنشال بيبدا يقل شويه. يبقى انا ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت قبل اللايننج انا السيجما فيرتيكال بتقل لزيرو، يحصل شويه ارشنج في السيجما هوريزونتال تزيد، فبلاش هوريزونتال وفيرتيكال، بوجه عامل راديال ستريسز بتقل لزيرو نتيجه الارشنج ويبدا التنجنشال ستريس تزيد شويه عشان احافظ على اتزان الجسم. حطيت تانل فبقى في حاجه تسند الحفره، فاللي بيحصل تاني ان الراديال ستريسز بتزيد شويه والاقي ان التنجنشنال ستريسز تقل سواء عند السبرينج لاين او الكراون والانفرت. طب ده يوصلني لايه؟ ان اللايننج ده ليه دور مهم، هو بيقلل الموفمنت بعد ما بيحصل ريدستريشن تاني للستريسز، فلازم يكون متصمم ان يشيل الستريسز اللي بتاثر عليه، لازم يكون اللايننج ده بيتصمم ان يشيل الستريسز اللي بتاثر عليه. عشان اصمم اللايننج يشيل الستريسز اللي بتاثر عليه، عشان احسب الهبوط في التربه فوق النفق، لازم ارسم حاجه اسمها الجراوند رياكشن كيرف. لازم ارسم حاجه اسمها الجراوند رياكشن. طيب هنعرف ايه هو حالا الجراوند رياكشن كيرف؟ الجراوند رياكشن كيرف هو علاقه ما بين رد فعل التربه بعد ما حفرت النفق والراديال ديفورميشنز او ديفورميشنز اللي بتاثر النفق ده دائري، فلازم تكون ديفورميشن راديال. طب انا ايه اللي بياثر على الحفره دي؟ في ضغط بيأثر من كل اتجاهات خارجي اسمه بي نوت. في حالة الأندرين كويسف سويل هو جاما في اتش، في كي نوت اللي هي بواحد هو جاما في اتش، هو متوسط السويل بريشر اللي بيأثر على السنتر لاين بتاع الطرف. بيقابله رد فعل من التربة دي سواء من غير لايننج أو لايننج، ورد الفعل من غير لايننج بيجي عن طريق الدي ديستريبيوشن ستريسز اللي بيحصل نتيجة الأرشنج اللي هو بي أي، وبي أي هو التانل بي أكشن. طب امتى ما يبقاش فيه ديفورميشن خالص؟ لما يكون الاجهاد الخارجي بي نوت بيساوي الرياكشن بي اي بيساوي جاما في اتش. يبقى نبدا نرسم ايه المنحنى ده كده نفهم. انا لو رسمت علاقه ما بين البريشر اللي هيأثر على السبورت والانورد راديال ديسبيسمنت، الديسبيسمنت اللي عايز يقفل حفره النفق دي، منطقي لو الاكسترنال بريشر بي نوت بيساوي بي اي يبقى الديفورميشن بيزي. طيب طبعا كل ما البي اي او الرياكشن ما قل، كل ما معناه ان بيحصل انورد راديال ديسبيسمنت، وبالتالي لو انا ما عنديش رد فعل خالص او حاجه تسند النفق دي هوصل لماكسيمم راديال ديسبيسمنت اللي معناه ان النفق انهار. فزيرو ديسبيسمنت في المنحنى ده معناه ان التانل بيقاوم الاكسترنال ستريسز باجهادات مساويه في عكس الاتجاه اللي هي البي اي.
طب ما انت بعد ما بتحفر النفق وقبل ما تحط اللايننج اكيد بيحصل ديفورميشن زي ما شفناه في التربه من شويه، بنسميه الجراوند لوس. فالديفورميشن اللي بيحصل بعد الحفر ده اللي بنسميه جراوند لوس بيسبب انورد ريديال ديسبليسمنت يو ار. الانورد ريديال ديسبليسمنت يو ار دي بيكون مصاحبه بان بي اي بي ال، ما هو ده بيحصل ديفورميشن يبقى كده المقاومه بتاعتك بتقل. وكل ما زادت الجراوند ديسبليسمنت دي او الريديال ديسبليسمنت دي كل ما البي اي قلت لحد ما التونل يحصل له كولابس. الحقيقه ان الديسبليسمنت اللي بتحصل دي متقسمه لجزئين، الاستيك ديسبليسمنت لحد نقطه معينه اسمها بي كريتيكال او الكريتيكال سبورت بريشر، وده اللي بيبدا يحصل عنده ايه انيشيشن للبلاستيك ديسبليسمنت. طيب هو الجراوند لوس ده بيحصل بنتيجه كتير. انا دي نوت ده هو قطر النفق من الداخل، ولكن انا بحفر في قطر دي برايم او دي داش. لو بصيت هنا ده العمق اللي انا بحفره دي داش، ولكن في الاخر ده قطر النفق دي نوت اللي العربيات هتمشي فيه او المشاه او المواسير او المايه. طب انت بتحفر بقطر اوفر كاتنج مقداره قد ايه؟ قطر النفق دي داش بيساوي قطر النفق اللي انا محتاجه زائد اوفر كاتنج، عباره عن 2 في سمك اللايننج لان انا عندي اللايننج دائري من فوق ومن تحت، زائد 2 في التيل فويد جراوند اللي هي الحته اللي كنا ما بين الشيلد واللايننج اللي كنا بنحقنها في نهايه المكنه، زائد 2 سمك الشيلد بتاعه المكنه. ده الاوفر كاتنج. طب لما المكنه تمشي، لما المكنه تمشي هلاقي ان في مسافه فوق اللايننج كانت بتساوي سمك الشيلد ما بقاش موجود، تيل فويد جراوند ما بقاش موجود، وبالتالي لازم يحصل راديال ديفورميشن علشان ايه؟ حتى بعد ما احط اللايننج التربه تقفل بمقدار 2 تي اس ومقدار التيل فويد ريشيو. اهو ده اسمه الجراوند لوس. الجراوند لوس ده في جزء منه اسمه البلاستيك زون. البلاستيك زون ده جزء دائري اعتبره دايره اكبر من قطر النفق. لو الريديوس بتاع النفق ايه سمول، فالريديوس بتاع البلاستيك زون ده اسمه فالبلاستيك زون ده هو البلاستيك ديفورميشن بورشن من الفوليوم بتاع الجراوند لوس اللي انا وريته لكم ده، في جزء الاستيك وفي جزء بلاستيك. طيب احنا في المسائل بنحتاج نعرف البلاستيك زون ده قطره قد ايه، فبيبقى قطره ايه اللي هو قطر النفق مضروب في اكسبوننشال باور هاف او اف اسمه الاوفرلود فاكتور ماينس 1. ايه الاوفرلود فاكتور ده؟ الاوفرلود فاكتور ده بكل بساطه بينسب لك الفرق ما بين الاجهاد اللي بيأثر على النفق، النت ستريس بيأثر على النفق مقسوم على مقاومه التربه، عشان كده اسمه اوفرلود فاكتور. انا التربه بتقدر تقاوم باندرين شير سترينس سيجما يو. طب بيأثر عليها النت ستريس قد ايه؟ الاجهاد الخارجي اللي هو البي نوت اللي بيأثر على النفق ناقص الريزستنس اللي من الداخل بي اي، يبقى ده الاوفرلود فاكتور، نسبه الايه الاوفرلودنج على المتنسبه لمقاومه التربه. فلو انا عندي الريديوس بتاع الزون ده اكبر من الايه، فده انا عندي ايه؟ اللي هو البلاستيك ايه زون. الالاستيك ديفورميشن طبعا بيحصل لو انا اصلا ما عنديش بلاستيك زون، يعني خلينا لو انا اقول ما عنديش ايه بلاستيك زون بيحصل لي الالاستيك ديفورميشن. والالاستيك ديفورميشن يو ار بيساوي ايه؟ بي نوت الحمل اللي بيأثر عليه ناقص الريزيستنس، ده يديني الاجهاد الخالص. الاجهاد الخالص ده في الاخر هو اللي بيسبب الديفورميشن. مضروب في ايه؟ في 1 زائد النيو اللي هي بواسطة ريشيو على الاي اندريند اللي هو الاندريند سويل مود. فده اول كيرف اسمه الجراوند رياكشن كيرف، ومن المعادلات دي بقدر انا احسب الالاستيك بورشن وبلاستيك بورشن، هو ده اللي بيطلب منك في المساله. اثناء ما انا بحفر النفق ادي الدايره اللي قدامنا دي، انا بيتولد عندي ديفورميشن في التربه.
اقصى هبوط اس ماكسيمم سنتر النفق، والهبوط بيقل كل ما بخش يمين وشمال. حاجه كده شخبطه لو ده النفق بيبدا يحصل حواليه ايه الجراوند لوس بالمقدار اللي احنا شايفينه ده في ال حجم متر كيوب بر متر، وبيحصل فوق عندي سيرفس لوس. يبقى انا بيحصل عندي جراوند لوس جوه جسم الارض حوالين النفق، وحجم الجراوند لوس ده بنرمز له بالحجم في ال كميته متر كيوب بر متر، وعندي فوق سيرفس لوس برضه بالمتر كيوب بر متر. فسطح الارض فوق النفق بيهبط نتيجه الجراوند لوس. طب انا ازاي احسب هبوط الارض فوق النفق؟ اس اكس هو الهبوط عند اي نقطه على بعد اكس من سنتر النفق بتساوي اس ماكسيم، هو اقصى هبوط واللي بيكون عند سنتر لاين النفق. بترسم معادله بارابولا فهي اكسبوننشال نيجاتيف اكس سكوير على 2 اي سكوير. مين الاكس؟ الاكس هو بعد اي نقطه عايز تحسب الهبوط بتاعها بعدها عند سنتر النفق. مين الاي؟ الاي هي الديستنس من الانفليكشن بوينت لحد سنتر النفق. فاي بتساوي نص الدي في اتش على دي باور بوينت. والدي هو قطر النفق والاتش هو عمق سنتر النفق تحت الارض. حد يقول لي انا ازاي احسب بعد الانفليكشن بوينت؟ اي هي نص في الدي قطر النفق في الاتش على الدي الكل باور بوينت. انا رسمت حركه الارض مع الاستريس، لازم اشوف ارسم حاجه برضو او منحنى تاني بيهمنا في تصميم الانفاق. يبقى دلوقتي احنا في تصميم الانفاق بنحتاج حاجه اسمها جراوند رياكشن كيرف، هو علاقه بين البريشر اللي هيجي على السبورت او البريشر مقاومه جسم النفق للانهيار مع الانوارد راديال ديسبيسمنت. وهذا الكيرف بيتقسم لجزئين، جزء الاستيك وجزء بلاستيك. بيهمنا نعرف ان في حاجه اسمها تي بي ام اوفر كاتنج، اللي هو ان احنا بنحفر اكبر من قطر النفق بمقدار 2 سمك اللايننج 2 تيل بويد جراوت اللي في نهايه المكنه 2 تي بتاعت الشيل. بيهمنا ان بيبقى في حوالين جسم النفق ده حاجه اسمها البلاستيك زون نقدر نحسب قطرها، ويهمنا ان نتيجه ان بيحصل جراوند لوس تحت بيحصل سيرفس سيتلمنت فوق. طيب السبورت رياكشن كيرف هو علاقه ما بين الجراوند بريشر اللي بيأثر على اللايننج والراديال ديسبيسمنت، وبنسميه برضو اللايننج ستيفنس كيرف. هو عباره عن خط مستقيم ميله كي ال، والكي ال ده هو اللايننج ستيفنس بالكيلو متر على متر سكوير بر مليمتر. واللايننج ستيفنس ده بيساوي ال او المودس اوف الاستيسني اللايننج ماتيريال في تي ال اللايننج ثيكنس مقسوم على الاي اللي هو التانل ريكس. وده بنعرف حاجه في اللايننج اسمها الديلي، والديلي ده هو الراديال ديسبيسمنت للجراوند قبل ما اللايننج يشتغل. يعني قبل ما اللايننج يشتغل، اللايننج عشان يشتغل التربه، تخيلوا انا عندي جسم النفق بالشكل ده والتربه حواليه، وادي هو متبطن باللايننج. طبعا المفروض ده يبقى شكله دايره بس ايه ضرب مني شويه. انا في حواليه تربه بالشكل ده، اللايننج ده يشتغل امتى؟ لما التربه دي تتحرك ويحصل لها ديسبيسمنت لحد ما تلمس جسم النفق، فده اسمه الديلي. والديلي ده طبعا بيسبب الجراوند لوس او الديفورميشن بعد ما بحط ايه اللايننج اثناء الحفر. طب ازاي بقى احسب واصمم اللايننج؟ ارسم اول حاجه الجراوند رياكشن كيرف ده اللي هو العلاقه بين البي والانورد ديسبيسمنت، هو جزء منه الاستيك وجزء منه بلاستيك. ارسم اللايننج بريشر اللي هو بيعبر عن اللايننج ستيفنس، هيقطعه في نقطه، النقطه دي تعرف عندها او هي نقطه الاكوليبريم، و تقدر تجيب عندها الضغط اللي يأثر على اللايننج والراديال ديسبيسمنت هتحصل بعد ما نفذ اللاين. طيب ناخد بقى بالخطوات كده ملخص كل اللي احنا قلناه في خطوات ازاي نحسب الجراوند سيت. في الانفين كويسف سويت، اول خطوه احسب حجم النفق في تي اللي هو باي اي سكوير على الاربعة باي اي سكوير اس، وايه اللي هو الريجيس. بعد كده احسب الاوفرلود فاكتور او اف.
بي نوت الستريس افريج ستريس اللي بيأثر على النفق ماينس بي لايننج اللايننج بريشر، وده بقدر اجيبه من تقاطع الجراوند رياكشن كيرف مع السبورت رياكشن كيرف. بس ومع السي اندرين الاندرين ستريس طبعا اللي بنجيبها من السول انفستيجيشن وبتكون جيفن لي. طب لو انا مش عارف ارسم الجراوند رياكشن كيرف وصورت الاكشن كيرف ما عنديش لسه معلومات، اقدر اجيب اللايننج بريشر بتشبه كده في الاندرين كويس في السويل بيساوي من 20 30% من البي زد او البي نوت اللي بتاثر عليه. بعد ما كده اروح احسب الجراوند لوس في ال، الفي ال بتساوي الحجم الكلي للنفق مضروب فيه 3 السي اندرين اللي هو الاندرين ستريس مقسوم على الاي الاوفرلود فاكتور لو الاوفرلود فاكتور اصغر من 1 و 3 سي اندريند على الاي في اكسبوننشال اوفرلود فاكتور ماينس 1 لو الاوفرلود فاكتور اكبر من 1. طب لو الاوفرلود فاكتور بواحد استخدم اي معادله من الاثنين مش هتفرق في النتيجه. بعد ما حسبت الجراوند لوس عند جسم النفق من تحت ابدا احسب السيرفيس لوس. السيرفيس لوس دايما هي نسبه من الجراوند لوس عند جسم النفق بتساوي لامدا في البي ال، واللامدا دي بتبقى تقريبا من 80 ل 100%. يبقى انا السيرفيس لوس عندي بتساوي من 80 ل 100% من الجراوند لوس اللي عند جسم النفق. وانا حسبت الجراوند لوس عند جسم النفق منين؟ بحسب حاجه الاول اسمها الاوفرلود فاكتور. الاوفرلود فاكتور ده بيعبر عن الحمل اللي متحملاه التربه اكبر من متناسب للاند رينش سترينث بتاعها. بعد ما حسبت السيرفس لوس ابدا بقى اقدر احسب ايه السيرفس لوس بي اس، اقدر احسب ايه الهبوط. طب ما هو الفي اس بتساوي 2.5 في اس ماكسيمم في اي، وانا اقدر احسب الاي نص في دي قطر النفق في اتش ارتفاع من سطح الارض سنترال النفق على 2 ايه اللي هو ريزيست النفق باور بوينت ايه، فاقدر احسب الاي واحسب ال عندي البي اس اقدر احسب الاس ماكسيم. حسبت الاس ماكسيم اقدر ارسم توزيع الهبوط اللي هو المنظر ده كده مع نقط مختلفه عن طريق ان انا افرض ايه احداثيات مختلفه الاكس بعد من النفق واقدر اضربه في الاس ماكسيم اجيب الاس ماكسيم. دي اول نقطه. طيب النقطه الثانيه ازاي خطوات رسم الجراوند رياكشن كيرف. الجراوند رياكشن كيرف هو علاقة ما بين الإجهاد اللي مأثر أو الريزستنس بتاع جسم النفق اللي بيكون بيه الإجهاد الخارجي والإنوارد ريديال ديسبيس. طيب عشان أرسم المنحنى ده، المنحنى ده بكل بساطة عبارة عن نقطتين، نقطة إلاستيك ونقطة جزء بلاستيك. نهاية الإلاستيك لاين عند نهاية الإلاستيك لاين هنلاقي ان الار ريديوس بتاع بلاستيك زون بيساوي الاي اللي هو نص قطر النفق، البي نوت يساوي الجاما دي إيه، فالار بتساوي الاي. اول نقطة عندي اللي هي البي نوت، البي نوت بتساوي جاما في اتش، بقدر اجيب النقطة دي يبقى جاما في اتش ويو في زيرو، جاما في اتش واليو في زيرو. طب عند نهاية الإلاستيك لاين هلاقي إن الـ R بتساوي الـ A. طب أحسب الـ UR منين؟ الـ UR معادلتها P نوت ناقص الـ BI في الـ A نص قطر النفق في 1 زائد نيو على الـ A أندري. و البلاستيك ديفورميشن قيم مختلفة للبي اي اقل من البي الاستيك، ومنها اقدر ارسم البلاستيك كيرف. وعند كل بي اي من دول احسب الاوفرلود فاكتور، احسب فاكتور ايه، ومنه اقدر احسب اليو ار بلاستيك بتساوي ايه روت 1 زائد ايه كابيتال ماينس 1. فانا اقدر اجيب، انا اول حاجة عندي نقطة معروفة هي البي نوت جاما في اتش، عندي نهاية الإلاستيك لاين نقطة عنده معروفة هو إن عنده نص قطر النفق فالآر بتساوي إيه، وبالتالي بكل اللي هيحصل إن اليو آر
تساوي بي نوت ناقص بي اي في اي بار زائد نيو على الاي اندرين. البلس كلاين بقى في قيم مختلفة للبي وعند كل قيمة احسب اوفر لود فاكتور، احسب الفاكتور اي كابيتال واحسب اليو ار بلس. اللي احنا اتعلمناه من الكلام ده قبل بس ما اروح للجزئية دي، خدوا بالكم ان انتم اساسا دي المسألة بتاعتكم، ده اللي بيطلب منكم فيها. و هتتدربوا على رسم الجراوند اكشن كيرف والسبورت اكشن كيرف والسيتم تراف باستخدام الخطوات دي في مسائل مختلفه. اللي احنا اتعلمناه من مجموعه المحاضرات دي هو طرق مختلفه لانشاء الانفاق، ايه الشيلد تانل، ايه انواع التي بي ام، ايه الجراوند اكشن كيرف، ما هو السبورت اكشن كيرف والجراوند لوس والسيتلمنت راف. طبعا احنا بنبدا في الجزء ده بنسال مجموعه من الاسئله النظريه والمسائل اللي هتمرنوا عليها في السكشن في الاساينمنت اللي هتنزل. ده كده الموضوع بتاع الخاص ب التانلينج و لو حد عنده اي سؤال يقول يعني. طيب الاسبوع الجاي باذن الله هيبدا دكتور محمد يوسف يخش لكم في موضوع جديد، والموضوع ده اللي هو الامباكت. في الميعاد يبقى المحاضرة يوم الاثنين الساعة 8 بإذن الله. شكرا جزيلا وبالتوفيق بإذن الله.